بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يذهب هو وهارون عليه السلام إلى فرعون. قال تعالى في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأشارت سورة الحج إلى تكذيب الأقوام لأنبيائهم، وختمت بإن موسى عليه السلام كذب، وكذب موسى، يعني ختم ذكر الأقوام اللي ذكرتهم أو اللي أشارت إليهم سورة الحج بذكر كذلك أنه ممن كذب موسى عليه السلام، وكذب موسى كما استمعنا إلى ذلك في الآيات المباركات. لأنه كذب موسى فرعون، وكمان كذب موسى قومه من بني إسرائيل، حتى بعد سوق وبعد وجود الآيات البينات العظيمات، إلا إنه بعد كل تلك الأدلة كذب موسى. وده اللي احنا بنحاول نوضحه من خلال استحضار ما قصه القرآن الكريم من قصة موسى عليه السلام من خلال النظرة الموضوعية الاستقصائية. بنجيب القصة من القرآن الكريم كله عشان يكتمل قدامنا العنوان اللي وضع في سورة الحج بأنه كذب موسى، وبنشوف الموضوع من خلال استقراء القرآن الكريم كله لنرى كيف كذب موسى عليه السلام. نعود إلى قصة نبي الله موسى حين دخل إلى قصر فرعون ومعه أخاه هارون عليهما السلام، على سيدنا موسى وسيدنا هارون السلام. وها قد وصل موسى إلى القصر. وصل موسى إلى القصر اللي تربى فيه، قصر فرعون. وصل موسى أمام
القصر الذي تركه منذ 10 سنوات هارباً إلى مدين خائفاً يترقب، خائفاً من بطش فرعون وكذلك الذباحين اللي أرسلهم فرعون لكي يقتصوا من موسى إذا ثبت أنه هو من قتل ذلك الرجل الذي كان يعمل خبازاً وكان قبطياً مصرياً. وكل ده سيدنا موسى هرب ومشي، كان عقب حادثة زي ما قلت لحضراتكم قتل موسى، القتل الخطأ للقبطي، حادثة القتل الخطأ التي وقع فيها موسى عليه السلام. لقد دخل موسى وهارون إلى قصر فرعون، دخل وهما يذكران الله تعالى بقلبيهما ولسانهما لا يكفان عن ذكره جل جلال الله. امتثلوا في ذلك ما علمهم الله تعالى إياه بأنهم لا يفترى ولا يقصر في ذكر الله تعالى وتسبيحه، وكمان أنهم سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام يكثران من ذكر الله تعالى، وبالذات في حال مواجهة موسى وهارون لفرعون، ليكون الذكر عونا لهما على هذه المواجهة الشديدة، ويكون قوة لهما بمدد الله تعالى الحي الباقي، كما علم الله تعالى ذلك لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، وقال الله تعالى لهما كما قص علينا القرآن: ولا تنيا في ذكري، يعني ما تأثروش في الذكر، واذكروا ذكري كثير، وبالذات وانتوا حتواجهوا فرعون، لان دي مواجهه مش سهله بالنسبه لموسى وهارون عليهما السلام. وقلنا قبل كده انه الاشاره دي ولا تنيا في ذكري، هذا التوجيه الرباني الكريم من الله تعالى العلي العظيم الى نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، ده توجيه الهي كذلك للمؤمنين في كل زمان ومكان، إن هم لما يدخلوا على المهمات العظيمة الكبيرة الشديدة يدخلوا عليها بإيه؟ بكثرة الذكر، عشان تفتح مغاليق الأمور، ويرزق المؤمن التوفيق العظيم التام الكامل، وإن ييسر للمؤمن الأمور، تيسر له الأمور وتذلل له العقبات، لأن المؤمن الذي يكثر من ذكر ربه بيكون في كنف الله تعالى وحفظه ورعايته، وإنه بكثرة الذكر كذلك تكثر حولنا الحفظة ببركة ذكر الله تعالى الحي الباقي. فكانت الإشارة دي في القصة القرآنية الواردة في سورة طه للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بأمر الله تعالى لهما: ولا تنيا في ذكري. فجت هنا القصة القرآنية تديك إشارة بمعنى، وكمان يعني ده من خلال استقرأت القرآن حتجد في قصة موسى وهارون الإشارة إلى الذكر وفي غيرها من قصص القرآن، ولكن هنا موقف مهيب هيتعرض له موسى وهارون عليهما السلام، لأن مواجهة فرعون ليست بالمواجهة اليسيرة ولا الهينة زي ما هنشوف بعد كده تباعا في هذه القصة. وكمان جلنا الأمر في المباشر في القرآن الكريم للمؤمنين بكثرة الذكر، يعني شوف من الحاجات اللي ذكرت إن إحنا نكثر منها كثرة الذكر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فكثرة الذكر نجاة للعبد ورعاية ومدد وإمداد، لذا كان الأمر الإله بالإكثار أو بإكثار الذكر، إن إحنا نكثر من الذكر لمدد الذكر العظيم للذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فاللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين أجمعين. ونرجع لقصتنا، دخل موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون،
وهما ممتثلان أمر الله تعالى، مكثران من ذكر الله تعالى كثيرا. ولما أن نظر فرعون إليهما سألهما: من أنتما؟ فأجابه موسى بقول لين هين، لأن الله تعالى قد أمر نبيه موسى أنه حينما يتحدث إلى فرعون ويبلغه رسالة ربه عليه أن يتحدث بطريقة هينة لينة، رعاية لأن فرعون قام بتربيته. فقول له قولا لينا، فقال له بقول هين لين: إنا رسول ربك. فصدم فرعون بجواب سيدنا موسى واغتاظ جدا وحملق بعينيه وحمر وجه فرعون، وبالذات كمان لما كمل سيدنا موسى حديثه وقال لفرعون فأرس، كما قص علينا القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان نبيه موسى: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وساعتها بدأ فرعون يتفرس وجه موسى بدقة. هو لغاية دلوقتي معرفش ان ده موسى، لان كان سيدنا موسى فر لمدين بعد حادثة القتل الخطأ، وقعد 10 سنين هناك وتزوج ورجع بزوجته، وطبعا كان غاب عن فرعون وقت طويل جدا من الزمان. هو لغاية الكلام ده فرعون لم يعرف ان ده موسى، فبدأ يتفرس وجه موسى ويدقق النظر اليه. فهذه الملامح ليست غريبة عنه، وان هذا الصوت وهذه الطريقة في الكلام يعرفها فرعون جيدا. فتذكره فرعون وسأله: ألست موسى؟ فأجابه موسى: نعم أنا موسى، وهذا أخي هارون. طبعا لما عرف أنه موسى، وكمان جاي بيقول له ده أخويا، يعني هو كمان يعلم أنه هو من بني إسرائيل وأن ده أخوه كمان، فاعتبر فرعون كمان مجرد أن يقول له إحنا رسول ربك وطريقة الكلام بقوة، اعتبر ان ده يعني ما قاله موسى نوع من التجرؤ عليه وتجرؤ على سلطانه وعلى ملكه. فنظر فرعون بعين الغضب إلى موسى وسأله بتعال وغطرسة وكبر، وقال له كما قص علينا القرآن الكريم في سورة الشعراء: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فبدأ فرعون يمن على سيدنا موسى ويقول له: إحنا اللي ربناك يا موسى وأحسننا إليك، وإنت لسه طفل صغير، وراعيناك في قصرنا هذا وأنعمنا عليك مدة طويلة من الزمن، فماذا كان منك يا موسى بعد كل هذا الإحسان والرعاية إلا أنك كفرت بنعمتنا وقتلت نفسا منا. طبعا فرعون بيقصد بالكلام ده أنه يذكر سيدنا موسى عليه السلام بحادثة القتل اللي احنا أشرنا إليها منذ قليل، قتل سيدنا موسى للخباز القبطي المصري الذي قيل إن اسمه فانون. طبعا سيدنا موسى كان بيحوش، واحد من بني إسرائيل استجار بسيدنا موسى، والقبطي كان له أو المصري القديم له سلطان على بني إسرائيل، فبالتالي كان ده شايف نفسه مستضعف، وهو اللي ما كانش مستضعف ولا حاجة كان بيشاكس في هذا المصري. فسيدنا موسى بيحوش بين الاتنين، فبيدفع المصري عنه عشان ما يضربش اللي هو من بني إسرائيل، فوكزه موسى فقضى عليه. فسيدنا موسى لم يقصد قتله إنما أراد دفعه. فسيدنا موسى لما فرعون بيذكره بيقول له: لبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، هو ما يقصدش الكفر بمعنى الكفر العقدي، إنما هو عايز يقول له أنت ما عندكش وفاء، أنت كفرت بالنعمة، لأنه المصطلح ده ليه أكتر من معنى. مصطلح الكفر في القرآن له استعمالات ليها، طبعا بنعرف المعنى اللغوي بعد كده المعاني الاصطلاحية عشان نفهم الاستعمالات المتعددة لهذه اللفظة القرآنية كلمة الكفر. وسيدنا موسى عليه السلام أصدق من أنه ينكر تلك الحادثة اللي هي حصلت لما فرعون بيذكروا بيها، لأن موسى زي ما قلنا لم يتعمد القتل، وبدأ يوصف لفرعون حقيقة اللي جرى واللي حدث، وبين لفرعون إنه لم يقتل هذا الرجل المصري عن عمد، بل قتله خطأ،
وإنه كان من المخطئين في هذا الأمر غصب عنه، هو ما قصدش ده، يعني هو لم يتعمد قتله بل أراد تأديبه فقط، عشان هو كان ماسك في تل أبيب ذلك الرجل الذي كان من بني إسرائيل، فأراد أن يدفع به موسى بعيدا عن الإسرائيلي، فوقع الرجل ميتا. فقال موسى لفرعون كما قص علينا القرآن الكريم في سورة الشعراء، قال فعلتها. أنا مش بنكر إن أنا قتلت قتل خطأ، بس أنا قتلت قتل خطأ، لم أتعمد، وهناك فارق بين القتل العمد والقتل الخطأ. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني أنا وقعت في القتل الخطأ وكنت من الجاهلين بأن الضربة اللي أنا ضربتها لذلك القبطي هتقتله أو هتقتل الخباز القبطي فان في الحال، أنا كل غرضي أن أنا أحوش ما بينهم. وبين كمان موسى عليه السلام أنه بعدها هرب إلى مدين خوفا من بطش فرعون، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني أنا أصبحت رسول مكلف برسالة وأنا جاي أبلغك الرسالة دي. وبعدين اعترض موسى وأنكر على فرعون إنه بيمن عليه أمام كل الحاضرين، ما عجبش سيدنا موسى الكلام، وطبعا دي جرأة أشد، يعني ضايقت فرعون، فهو بيقول له أنت بتمن علي أنك ربتني وأنك كبرتني وأنك رعيتني في قصرك وأنك أحسنت إلي وأنك قمت برعايتي. فسيدنا موسى لم يعجبه هذا الصنيع من فرعون، فماذا صنع موسى مع فرعون في تلكم اللحظة الشديدة؟